اهلا بيكم في قناة كرافتس باي مورا. انا مورا، والنهاردة هنعمل مع بعض مفرش كروشيه دائري بألوان زاهية وبخطوات بسيطة. هنعمله مع بعض خطوة خطوة. المفرش ده ممكن ليه استعمالات كتير، ممكن تكرري الوحدات وتعملي مفرش كبير، ممكن يتعمل بيه دريم كاتشر، ممكن يتحط على شنطة خوص. يلا بينا نشوف. ده المفرش بتاعنا، بيتكون من 3 ألوان. انا استعملت خيوط قطن، وهستعمل ابره مقاس 2.5. طبعا تقدروا تستعملوا اي خيوط وابره مناسبه، ولو نفس المفرش ونفس الخيط بابره اصغر شويه بيطلع اصغر في الحجم شويه. هعمل البدايه معاكم دلوقتي. هعمل البدايه بتاعتي ب4 سلاسل. دي حلقه البدايه، 1 2 3. هقفل ال4 سلاسل بالغرزة المنزلقة وأكون حلقة. الغرزة المنزلقة اسمها سليب ستيتش. عملت حلقة. طيب أول سطر هعمل سلسلة، هرتفع بسلسلة وهعمل 8.5 عمود جوه الحلقة دي. 8 هاف دبل كروشيه. هاخد الخيط الزيادة ده معايا في الشغل. ده 4، 5، 8 اللي هي رقم 8. ممكن يتعمل 8 حشو، بس انا بحب شكل النص عمود. وهقفلهم برضو بالغرزة المنزلقة في أول سلسلة عملناها. ده تكون عندي أول سطر. تاني صف برتفع 3 سلاسل بمثابة العمود الأول، وبعمل 3 سلاسل تانيين لأني دول هكررهم بين كل غرزة وغرزة. هعمل 8 أعمدة، 8 أعمدة في ال8 غرز و3 سلاسل فاصل. فأنا كده عملت أول واحد، يعتبر أول عمود و3. فهعمل العمود في الغرزة اللي جنبها، تاني عمود في الغرزة اللي جنبها، العمود اللي هو اسمه دبل كروشيه. هعمل 3 سلسلة وعمود تاني في الغرزة اللي جنبها برضو، وأستمر هكذا. أستمر هكذا، عمود 3 سلاسل، عمود 3 سلاسل، ونشوف مع بعض شكله. كملت السطر الاولاني، السوري التاني، اللي هو عمود 3 سلاسل، عمود 3 سلاسل، وصلت لاخر عمود عملته. هعمل 3 سلاسل واقفل بمنزلقة في 3 سلسلة كنت عاملاها في البداية. 1 2 3. ده هيكون شكل السطر التاني لما اخلص. عندي 8 عواميد ب3 سلاسل فواصل. طيب السطر التالت هبتدي 3 سلاسل، 3 دول يعتبروا اول عمود عندي، ومحتاجة اعمل 2 عمود جنبهم تاني في اول هول هنا.
دي كده اول جروب عملتها، انها تعتبر ثلاثة، من البداية لثلاث سلاسل واتنين عمود، وهعمل فواصل اربع سلسلة، اربع سلسلة، اتنين اربعة. اكرر في كل هول هنا في كل فتحة ثلاث عواميد واربع سلاسل. هكرر ادي ثلاث عواميد، اعمل ثلاث عواميد، اعمل المجموعة اللي بعدها اربع سلاسل، وهنا ثلاث عواميد تانية. كده انا عاملة ثلاث مجموعات، فاضل لي خمسة، اكمل السطر ده ونشوف. وصلت لنهاية السطر الثالث اللي هو ثلاث عواميد وجروب من اربع سلاسل، وهقفل السطر الثالث بعد الثلاث عواميد الاخرانية، هعمل اربع سلاسل وهقفل ومنزلقة في برضو السلسلة الثالثة من أول عمود عملناه، أو من أول ارتفاع عملناه، ومنزلقة كده قفلت. كده فاضل لي السطر الرابع اللي هيعمل لي شكل الوردة في المفرش ده وهيبينها لي. السطر الرابع ببتدي بسلسلة، وبعدين نص عمود، نص عمود باخده. انا عندي هنا الجروب دي ثلاث عواميد، باخده في النص، في العمود اللي في النص، هعمل نص عمود في العمود اللي في النص، وبعدين تسع عواميد في الفراغ، وارجع اكرر. احنا عملنا السلسلة بداية السطر الرابع، هعمل النص عمود في العمود اللي في النص، دخلته واسحب كده، عملت النص عمود، واشتغل بقى واحدة من تسع عواميد في الفراغ اللي هنا. واحد، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. طيب تسعة خلصوا، هعمل نص عمود برضو في العمود الوسطاني للسطر اللي تحتيه، اللي تحتيه فيه تلاتة، انا هعمل نص عمود في الوسطاني اللي تحتيه، وارجع اكرر التسعة، تسعة عواميد التانيين. يعني بفوت الأولانية وارجع اعمل نص عمود، وبعدين في الفراغ اعمل تسعة. فاداني شكل وحدة الورقة، الوردة، ورقة الوردة، القرش ده اللي هو الفستونة دي. اعمل تسع عواميد في الفراغ التاني،
7 كده، 8، 9، 9، بفوت العمود الأولاني وأعمل نص عمود في التاني. نص عمود بيخليها التقويصة دي تهبط معايا ويديني الشكل ده. هكرر برضو في ال8 فراغات، انا كده عملت فراغين، هكرر في ال6 الباقيين واشوف شكل السطر الرابع بعد ما يخلص. انا هنا خلصت السطر، انا بعمل في اخر جروب، اخر جروب في السطر، وهبتدي ايه اخلصه واقفل السطر دوت اللي هو الرابع. عملت 4 من 5، 6، 7، 8، 9. بخلصها لما ال9 بيخلصوا، و هقفل دايركت في البداية بتاعة السطر بمنزلقة. كده الجزء الأولاني أو اللون الأولاني يعتبر خلص. لو عايزين تكملوا بنفس اللون هنكمل على طول دايركت، هنكمل دايركت وهيطلع الوحدة دي بلون واحد. لو عايزين تدخلوا ألوان تانية هنغير بقى اللون وهقول لكم هنعمل ايه. لو هنكمل دايركت بنفس اللون هعمل منزلقة من نفس اللون عشان انا مش عايزة ارتفع، هعمل منزلقة لحد ما اوصل للعمود الخامس وابتدي ارتفع السطر الجديد. لو هغير اللون يبقى هغير الخيط وابتدي على طول من السطر الخامس، لان اللون الجديد انا مش عايزاه يمشي معايا من اول السطر، انا عايزاه من العمود الخامس في المجموعة دي، المجموعة 9 عواميد، انا عايزاه يجي لي من العمود الخامس. فانا هقص الخيط، انا ابتديت اللون التاني اهو. في البداية هعمل لفة واعمل نص عمود اسحبه واعمل 8 سلاسل، واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. طيب بعد ما عملت ال8 سلاسل هفوت 9 غرز، 9 غرز من اللي انا عاملاهم من تحت، وابتدي هكمل السطر بتاعي. فانا هفوت 9، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. هلاقي ان السطر التاسع المكان اللي هدخل فيه هو هيكون برضو العمود الخامس في المجموعة التانية. وهعمل ايه انا يعني وصلت ان انا هعمل هنا، هدخل هنا بنص عمود، اعمل لفة، ادخل اسحب واطلع كله. عملت النص عمود في المكان التاسع اللي هو يعتبر العمود الخامس من الجروب التاني، جروب ال9 عمود. اشتغل تاني، 8، 3، 4، 5، 6، 7، 8. عمود هنا، 5، عملت النص عمود. هكمل الوحدات بتاعتي عشان اخلص السطر ده ونشوف مع بعض. انتهيت من السطر ده، بعمل
كل المجاميع، هقفل السطر سوا، عملت التمانية وهدخل بمنزلقة هنا، اقفل السطر ده. طيب السطر السادس هرتفع سلسلتين، ودي تكون بداية السطر السادس. طيب وفي الفراغ ده هعمل 8 نص عمود، نص عمود قلنا اللي هي الحواف دبل كروشيه. واحد، تلاتة، أربعة، خمسة، عملت خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. هو مهم جدا نمشي على الباترون لان هو اللي هيديني الشكل السليم. عملت الـ8، هعمل برضو واحدة تاني هنا في المنتصف، واحدة نص عمود، واكمل جوه برضو 8 نص عمود. عملت الوقت المنتصف، اعمل 8 اللي جوه، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، أكمل السطر ده 8 و1، 8 نص عمود في الفراغ ونص عمود تاني فوق السطر فوق المنتصف هنا، واكمل السطر ده ونشوفه مع بعض. وصلت لنهاية السطر السادس، اني عملت 8 نص عمود في الفراغات، وبعمل نص عمود في المنتصف. هقفل بمنزلقة بعد العمود التاني، السطر السابع هرتفع سلسلة وأعمل نص عمود وبعدين أعمل 6 سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. وبعد كده أفوت 3 وأنزل أعمل نص عمود تاني، افوت 3 غرز من السطر اللي تحت، واحد، بعتبر دي 1، 2، 3، واعمل هنا نص عمود. مع الباترون المكتوب هتقدروا تتابعوا الخطوات كمان اكتر. واكرر الموضوع ده، انا كل مرة بكرر 7 مرات عشان يبقى عندي 8 مجاميع البداية و7، المرة دي هكرر ده 17 مرة تاني. 6 سلسلة، 3، 4، 5، 6، وافوت 3 غرز واعمل نص عمود، واحد، اثنين، ثلاثة، نعمل نص عمود. تمام، هكرر 6 سلاسل،
وافوت 3 سلاسل، افوت 3 غرز تحت وادخل في الرابع. انا بحط الابرة وبعدين برجع اعمل نص عمود عشان ايه احدد انا الابرة هتروح فين. فوت 3، 3 احط في الرابع هنا، بس بخرج الإبرة اعمل نص عمود. معلش ساعات بيفلت. 1، 2، 3 الرابع. نكمل السطر ده ونشوف مع بعض شكله في الآخر. وصلت هنا لنهاية السطر السابع وجيت في آخر جروب، وعملت ال6 سلاسل كلهم تكرروا 17 مرة. دي الأخيرة اللي هي 18، ليها طريقة مختلفة، وهي إني هعمل سلسلتين مش 6، هعمل سلسلتين وبعدين هعمل عمود بلفتين، لفة ولفة تانية، وهروح هنا انهي هنا في بداية السطر وابتدي اسحب واسحب كده تاني واسحب مرة تالتة عشان انا عايزة انهي السطر عند منتصف الغرزة دي، منتصف الوحدة دي، واقفل. فكده انا قفلت السطر السابع وانا في منتصف ال6 سلاسل، بس انتهت ان انا يعني قفلتها مع اللي جنبها بطريقة اني عملت عمود بلفتين وابتديت ايه اخرج منه وايه واطلع تاني في منتصف الفراغ ده. ليه؟ عشان انا عندي في السطر الثامن هحتاج التناسق بين الاشكال ده. فالسطر الثامن هبتدي ب3 سلاسل، هرتفع 3 سلاسل، 1، 2، 3، وهعمل 2 عمود هنا في الفراغ ده، فبقى عندي جروب هنا من 3 غرز، البداية اللي هي 3 سلاسل واتنين تانيين. هكرر الوحدة برضو اللي هي عبارة عن 3 سلاسل، سوري هكرر هعمل 3 عواميد، 3 عواميد و4 سلاسل. دلوقتي هعمل 4 سلاسل، 1، 2، 3، 4، اعمل 3 عواميد في الفراغ اللي جنبها. اتنين، 3، تلاتة، اعمل 4 سلاسل، 1، 2، 3، 4، وبعدين 3 عواميد. بعدين 4 سلاسل. هكرر الوحدات دي يبقوا 18 برضو مجموعة،
وانهي السطر، وبكده هيكون اللون الاصفر الهادي ده عندي ده انتهى. لما اخلصه هخلصه مع بعض ونشوف هيبقى شكله ايه. وصلت لنهاية السطر الثامن، هعمل اخر مجموعة 3 عواميد. ثلاث سلاسل، 4 سلاسل عفوا، واقفل بمنزلقة مع بداية أول غرزة، السلسلة الثالثة من الارتفاع اللي كنا عاملينه. واقفل بمنزلقة، اقفل كده السطر التاني. انا لاني مغير الالوان فهدخل باللون الاخير اللي هو الاخضر. هنا وصلت اللون الأخير بنهاية السطر الثامن عن طريق السلسلة. هعمل واحدة حشو في أول غرزة في السطر الجديد، وبعدين 9 عواميد في الفراغ التالي. هعمل الحشو، بعدين 9 عواميد هنا في الفراغ التالي. أربعة، كده عندي 2 4 8. محتاجة واحد تاني، 9. وهعمل واحدة حشو هنا، وبعد كده أكمل 9 تاني. خمسة، 6، 7، 8، 9. وأفوت واحدة، أفوت أول واحدة في الجروب الثالث، افوت دي واعمل الحشو اللي جنبها. حشو واعمل 9 تاني في المجموعة دي واخلصه واوريكو ازاي. هنا وصلت لنهاية الصف التاسع، عملت اخر 9 عواميد في اخر مجموعة، وهقفل السطر ومنزلقة وهعمل آخر حاجة اللي هي الصف العاشر اللي هو الشكل ده.
بعمله بخمس سلاسل. هبتدي خمس سلاسل، واحد تلاتة أربعة خمسة، وفي العمود الخامس الجروب اللي أنا عاملاه تسعات ده، في العمود الخامس هعمل حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هعمل حشو وأطلع بأربع سلاسل تانيين عشان هعملهم الشكل الدايرة الصغيرة اللي بتبقى في الحرف اللي هي الحروف الإيدجز دي. فهطلع أربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة، وأقفلهم مع بعض في نفس غرزة البداية اللي أنا عملتهم فيها. بقفلهم زي ما بقفل أي دايرة بمنزلقة. وأكمل نص المجموعة خمس سلاسل تاني يمشوا بالتوازي مع الفستانات دي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. وبيدخلوا هنا في الحلق في المنتصف هنا بينهم بمنزلقة، عشان يعمل لي شكل الهرم ده. وأعمل تاني خمس سلاسل، اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأروح لخامس عمود اللي هو منتصف الجروب ده، خامس عمود واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأعمل حشو وأعمل اللفة الدايرة اللي عندي فوق دي بأربع سلاسل، عن طريق أربع سلاسل، اتنين تلاتة أربعة، وأقفلهم بسحب لفة وأخرج، يبقى قفلتهم. وأعمل خمس سلاسل تانيين، اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأروح هنا في المنتصف الغرزة اللي كنا عاملينها في النص حشو بقى، بس أنا بدخل بعملها بمنزلقة، بس أنا بدخل في الحشو اللي هي كانت في منتصف التسع سلاسل. بكرر الشكل ده فوق كل الفستانات اللي عندي. هكرر ده وهوريكوا شكلها. هنا انتهيت من اغلب السطر العاشر، فاضل اخر واحدة. عملت الخمس سلاسل وبدخل في العمود الخامس بغرزة حشو، واطلع اربع سلاسل بقفلهم، المنزلقة ما فيهاش لفات، مجرد اني انا بدخل الابرة بسحب واخرج من الغرز اللي انا فيها. هعمل خمس سلاسل تاني، كده وصلت للنهاية، دي هتكون اخر حاجة، بقفلها واسحب بالمنزلقة. نص الخيط واخده لفة واخرج،
انتهيت من تنظيف الخيوط، ولو في حاجة يعني مش عارفة حاسة شاكة انها ممكن تفك او تنسل، يعني ما تعقدتش كويس او ما تنضفتش كويس، ممكن بأوهو في مكانها، اوهو بسيط كده بيثبت الخيط. ده وش المفرش بتاعنا بعد ما خلص. اتمنى انه يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتسيبوا لي كومنت، وهتلاقوا الباترون مكتوب ان شاء الله. شكرا ليك.